تأثر ناخب الوطني جمال بالماضي بمباراة اليوم التي جمعت كل من المنتخب المصري والمنتخب الكاميروني فريقين قويين صمد لا دقيقة الأخيرة من المباراة وعلق جمال بالماضي على المباراة كما أعجب بأداء محمد صلاح الذي أبهر الجميع بمراوغاته في الميدان كما تأسف على خروج المنتخب الوطني من الدور الأول من كأس إفريقيا التي أجريت في الكاميرون